التي قمنا بها اليوم بمعية السيد والي ولاية مسغالم، واطلعنا فيها على التقدم الكبير الذي يعرفه القطب الصحي بولاية مسغالم من مستشفى جامعي وهياكل جوارية ومستشفيات، مما يعبر بصورة واضحة عن الاهتمام البالغ التي توليه السلطات العمومية وعلى رأسها السيد والي. أنتم تلاحظون في نفس الوقت الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لهذه الهياكل والحضور الميداني للدولة من خلال دعمها المالي والمادي والبشري لهذه الهياكل. وبتدشيننا اليوم لهذا المركز الجامعي نطمئن خيرا على ولاية مسغالم أن هذا القطب سيكون قطب للتكوين وللعلاج وللبحث، كما أن المجهودات التي بذلها السيد والي والسلطات المحلية فيما يخص تهيئة مختلف الهياكل الجوارية، وهي من بين سياسة الدولة التي نعتمد عليها في تقريب صحة الصحة من المواطن، ستجني أيضا ثمارا. وقد لاحظنا أن كثير من المعدات الطبية الهامة موجودة على المراكز الصحية بفضل الدعم المالي للدولة. فنقول بصورة مختصرة أن مجهود الدولة في هذا المجال أثمر بفضل مجهودات الجميع وأعطى نتائج إيجابية، مما يتركنا نطمئن على التطور الصحي والتنمية الصحية بهذه الولاية التي كان لها في وقت سابق الكثير من الصعوبات وعانت الكثير من النقائص في مجال التنمية الصحية، وها هنا اليوم نحضر لنرى أن هذا التطور قد تجسد ميدانيا. فهنيئا لكل سكان ولاية مسغالم بهذه المكتسبات التي وضعتها في متناولهم الدولة الجزائرية. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.